ممارسة الجنس ليست الطريقة الوحيدة للحصول على النشوة الجسدية. خدت لكم طريقة أخرى. Let's do this. Knowledge عطاير coming up. السلام عليكم يا أبطال، مرحبا بكم من جديد. أمين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في الحلقة الثالثة من Knowledge عطاير. بما أنه احنا في الشين بتاعنا ما نحكيه كان عن المواضيع اللي تخص الرياضة، انت مكش قاعد تتفرج في العيادة الطبية، انت قاعد تتفرج في موضوع عنده علاقة كبيرة بالفيتنس، وهاني باش نقول لكم علاش. كان نقول لكم يا ابطال اللي بممارسه الرياضه تنجم تاثروا بشكل كبير ومباشر على الاورجازم تاعكم، وتنجم تتسبب بما يعرف بالنشوه الناتجه عن التمرين، اكسرسايز اندوسد اورجازم، او المتعه الجنسيه الناتجه عن التمرين، اكسرسايز اندوسد سكسوال بليجر. وهذا خاصه عند النساء اللي معظم الدراسات اللي عملوهم لقاو اللي هما اكثر عرضه للحاله هذه. والسبب الحقيقة بسيط برشا، خاطر معظم الدراسات اللي عملوهم للوقت الحاضر، معظم دراسات عملوهم على النساء، مازالوا ما يخدموش برشا في الموضوع هذايا على الرجال. يعني حتى في الحكاية هذه نساء مسلكين علينا. شو نقول لكم؟ الفينومين الرهيب هذا اكتشفوه عام 1950. التفسير العلمي والدقيق للحكاية هذه مازال مش واضح برشا، لكن اللي استنجوه من دراسات هذوما اللي كيقوموا بتمارين وركزوا فيها اكثر على البارتي الوطنيه من الجسم بتاعنا، وخاصه عضله البطن وعضله قاع الحوض، هذا يبعث سينيال للجسم بتاعنا لتحفيز النشوه هذه. يعني هذا طبيعي ويصير كي نمارسوا الجنس في الواقع. يعني بلغه اخرى وحسب تفسيري البسيط، الجسم بتاعنا مشى في باله جد عليه. يا سيدي ابطال، قالك 5% هي نسبة مش قوية برشا، لكن تصور بعد الفيديو هذا بفضل البطل النسبة هذه باش ترتفع. 5% هذوما من نساء ولاو فايقين باللعبة، ولاو يخدموا على تحفيز الإحساس هذايا ويعملوا في تمارين خاصة للحصول على النشوة هذه. أي وانت فاش تستنى؟ يلا الناس الكل تعمل لايك سبسكرايب، ونسى الكل يجي معايا. يلا الكل، نسى الكل يجي معايا، عنا حصة خاصة لكيفية تحفيز النشوة الجسدية.